خلينا نروح كمان نعيش الفرحة مع كل الأوائل. دلوقتي معنا على التليفون نسمة محمد سليمان الحاصلة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في الشعبة الأدبية بالثانوية العامة. يا نسمة مساء الخير، ألف مبروك، والبنات دايما شطار. الله يبارك فيكي. ألف مبروك يا نسمة. احكي لي كنت بتذاكري إزاي وبتعملي إيه؟ أدبي أصلا صعب قوي يعني، والمواد صعبة وتقيلة. هو فعلا بس يعني لو بداتيها صح الاول ونظمت وقتك كل حاجه هتبقى سهله عادي. ايه الصح ده بقى؟ يعني الناس بتقعد تقول الاوائل دول بيجيبوا المجاميع دي ازاي؟ يعني بيعملوا ايه طول السنه؟ والله لا انا قضيت السنه عادي جدا، عادي بمعنى كلمه عادي، بس الحمد لله كنت بخلص اللي عليا. لازم اخلص اللي عليا، ما بعملش حاجه اكسترا بقى اللي هي اجيب كتب من بره، اتفرج اونلاين من هنا ومن هنا، لا هو انا بروح درسي بخلص اللي عليا وبنظم وقتي وبس. بتاخدي دروس يعني يا نسمة؟ الحمد لله. طيب قولي لي يعني اكتر ماده انت كنتي بالنسبه لك كانت ماده سهله وما بتعمليش فيها مجهود كبير، واصعب ماده كمان عليكي؟ لا هو انا عندي مشكله في الحته دي، انا شايفه المواد دي كلها شبه بعض بالنسبه لي. يعني فيها يعني مثلا في منها فصول صعبه وفي منها فصول سهله، يعني شايله بعض. نسمع احنا بنذيع كمان لقطات التكريم من سياده الوزير، واحكي لي مشاعرك كانت عامله ازاي في اللحظات دي؟ كنت مبسوطه جدا، انا اصلا باين من الابتسامه. انا شايفه ما شاء الله، ربنا يا رب يملا وشك ابتسامه رضا وسعاده ونجاح دايما على طول. امين يا رب. طب احكي لي عن وعود النتيجه بعد النجاح والتفوق ده. دايما انا عارفه بيبقى فيه الام واعده بحاجه والاب واعد بحاجه وفي شويه طلبات كده، احكي لي بقى الاجواء في البيت عامله ازاي وفي العيله؟ لا هو انا سايباها ليهم مفاجاه اللي هو تشاجر. والله انتوا يعني انتوا كرمكم معايا يعني. ايه؟ انتوا كرمكم معايا يعني. انا بحب المفاجآت عادي. طيب ان شاء الله مفاجآت سعيدة. بتحلمي بايه يا نسمة في اللي جاي؟ عايز تدخلي كلية ايه الأول؟ ايه هو انا كنت داخلة أدري عشان أدخل ألسن، بس الحمد لله ما دام جبت مركز عالي الحمد لله. ففي كليات تانية بقت متاحة، فلسه بفكر بقى أدخل ايه، بس أتمنى يعني يبقى المجال اللي أنا أدخله أنجح فيه يعني. ان شاء الله ربنا يكتب لك النجاح والتوفيق دايما يا نسمه. اتشرفت بوجودك معانا نسمه محمد سليمان الحاصله على المركز الثالث في الشعبه الادبيه على مستوى الجمهوريه.